السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم كيفية إنتاج أو إصدار خرائط التوزيع المكاني أو السبيشال بيرفورمنس الخاص بالتغيرات أو المتغيرات المناخية. يعني أنا اليوم أريد أسوي خريطة التوزيع الكنتوري الخاصة مثلا بتوزيع الأمطار ضمن هذه المنطقة، أو توزيع درجات الحرارة العظمى والصغرى، أو توزيع مثلا الرياح، أي متغير مناخي اريد اسوي له اني. لاكيد بالمناسبه لازم التايم سكيل عندنا يكون واحد، يعني اما انيوال او شهري او ديلي از يو لايك، يعني حسب دراستك انت. مثلا هسه انا راح اسوي هنا الانيوال فور انيوال تايم سكيل. اول خطوه ننتبه لها ولازم تكون عندنا انه انا عندي ملف خاص بالبيانات. شلون يعني؟ هسه حدنا نجي نوضحها حتى يكون واضح للكل، على الرغم انه هاي الملفات مثل ما نقول خاصة بدراستي، بس دا اظهر لكم اياها حتى اقلل لكم قدر الامكان الجهد اللي راح تعانونه او باي شيء. لاحظ هسه هنا اني راح ادخل لك هنا مسوي ملف اني مسميته خرائط كنتورية للتوزيع الجغرافي، ملف بيانات الرسم. عندي مجموعة من المحطات، محطات ارصاد جوية، تمام؟ هاي المحطات عندي موجودة على ارض الواقع، وعندي موجودة يعني موجودة على ارض الواقع. هاي المحطات إلها إحداثيات جيوغرافيك كوردينيت سيستم لاتيتيود ولانجيتيود، وإلها إليفيشن أيضا. هذه لكل هذه المحطات تم حساب مجموعة من المتغيرات المناخية مثل ما تلاحظون أمامكم. المتغيرات المناخية هي السقيط ودرجات الحرارة العظمى، درجات الحرارة الصغرى، وكذلك الـ مثل ما نقول إحنا الأنوال تيمبرتشر، وبعد ذلك الانوال ريليتيف هيوميديتي والسولار راديشن والويند سبيد. سولار راديشن والويند سبيد. فمثل ما نلاحظ هنا انه عندنا جميع هاي المتغيرات المناخيه. هاي المتغيرات احتاج اني امثلها حتى ابينها اظهرها. مثل ما نلاحظ هسه هنا انا عندي هاي، هنا نلاحظ هاي باحد الـ يعني البيبرز المنشور انه هنا دا ينطيك خرائط التوزيع لمتغير مناخي. هنا ماخذ فقط السقيط، لكن منطي على ثلاث تايم سكيل، انوال ومانثلي وديلي. احنا لا بأس هسه احنا قلنا مثلا راح نشتغل كله انوال، لان انا عندي اكثر من متغير مناخي، فراح ابينهم كلهم انوال. التوزيع السنوي لهم خلال هاي او خلال وذن ضمن هذه منطقة الدراسة اللي انا راح ادرس عليها. شلون راح اقدر اسوي؟ اول شيء هذا الملف اللي عندك هنا لازم تحوله مثل ما قلنا، ترتبه باكسل بهذه الصيغه، تروح تحوله الى تكست، يعني تقول له سيف اس. بعد ذلك بعد ما انه سيف تقول له سيف اس، تختار التكست تاب دومينيتد مثل ما قلنا، تختار المكان اللي اخذنا به وتختار هذا الخيار اللي هو تكست تاب دومينيتد هنا هذا الخيار، وتقول له سيف. لان احنا هو هذا راح نستدعي ضمن الارك جي اي اس. هاي الفقرة حبيت انوه عنها حتى تكون واضحة للجميع، تمام عيني. هسه نرجع الى برنامجنا اللي هو الارك جي اي اس. هذا انا هذا الملف اللي هو تكست، ملف بيانات الرسم. اقدر هسه انا هذا اسوي له ريموف واستدعي الملف الجديد. مثل ما نعرف لاحظ هنا هذا اقدر استدعي ملف بيانات الرسم، اقدر انه اسوي له استدعاء. هذا هنا عندي الملف هو عبارة عن تكست. هذا المهم، هذا الموضوع كلش ضروري ومهم أيضا. بعد ما حولنا الملف إلى صيغة تكست، هسه أقدر استدعيه عن طريق الآد. هنا هذا الملف بصيغة التكست هو هذا اللي يفيدني. راح هنا نسوي له ديسبلاي وكأني اكسبورت إخراج بالنسبة لهذه اللاير. راح من ديسبلاي داتا أوف إكس واي، أول شيء اللانجتيود واللاتيتيود أتأكد منهم. يهمني بالديسكريبشن او الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، اروح اسوي له اديت. يعني هاي اهم فقره، اذا ما سويناها ما راح تظهر اي ستيشنات او اي محطات للموضوع. فهسه هنا راح نختار هنا جيوغرافيك كوردينيت سيستم، نقدر نختاره حتى نحدد اني نوع الاحداثيات. فهسه نسوي اخراج اليه، نضغط عليه من هنا display xy data، فنتأكد latitude longitude، نروح نعدل الجيوغرافيك coordinate system
اوكي هذا الخيار بعد ما تأكدنا منه كله اوكي. ديسبلاي اوكي. هاي المحطات مثل ما تلاحظون امامكم ظهرت على اللاير. هسه نرجع، انا اريد اسوي توزيع كنتوري لهذه البيانات. اذا اريد اظهر اسماء هذه المحطات ايضا اقدر اظهرهن، اسماء هذه المحطات اقدر اسوي لهم اظهار واظهرهم عن طريق ميزة التسميات label features، تناولناها هذا بفيديو كامل خاص بها. هسه اجي على هذه الملفات اللي هنا ظهرت بهذه الصيغة، اروح اسوي لها export data export كشيب فايل، تهمني انا حاليا بعد كشيب فايل. وانا اخذنا هذا الشيب فايل راح اخذنا ضمن ملف الخرائط الكنتورية اللي انا مسيبته هنا اشتريتن بيبرز. لاحظ هنا هذا انا مسميه هذا الخرائط الكنتوريه للتوزيع الجغرافي للمتغيرات الخمسه، عندي انا خمس متغيرات مناخيه فراح هنا انا اسميه، فاقدر اغير الاسم مالته، اقدر انطي اي اسم ثاني مثلا اسميه المتغيرات او مثلا ملف البيانات المناخيه للمتغير، مثلا هنا انا اسميه ملف البيانات المناخية لمحطات منطقة الدراسة. تمام، اختار الصيغة تكون شيب فايل، فداح يقول لي دوت شيب فايل، فاقول له اوكي. بعد ذلك اقول له اوكي، دا يقول لي اني مصدر لك نسخه من عنده هنا على ضمن الليبل او تيبل اوف كونتنت هنا ضمن اللاير. اي نعم صدر لي اياها، هاي مثل ما تلاحظون هنا اسمها ملف البيانات المناخيه لمحطات منطقه الدراسه. بعد ما تصدرت هسه اقدر شنو اروح، صارت لي كشيب فايل. شلون هسه اقدر ارسم خرائط التوزيع الجغرافي او الكنتوري لاي متغير مناخي؟ اروح على الارك مار، اروح على اول واحد 3D analysis tools. بعد ما رحنا على 3D analysis tools تروح على هذا الراستر انتربوليشن. راستر انتربوليشن في عندنا عدة خيارات للرسم، بالمناسبة كل خيار له فد مواصفات معينة تستخدم. ال IDW طريقة المسافة الترجيحية المعكوسة، طريقة جرينج، طريقة ثايسن، عندنا طرق عديدة حتى امثل اي توزيع متغير مناخي. وهذا ايضا انا متناولته بفيديو موجود سابق ضمن المحاضرات الارك جي اي اس تلقونه بالقناه. فهسه انا راح افضل طريقه تعطيني نسبه ايرور قليل هي طريقه المسافه الترجيحيه المعكوسه الانفيرس ديستنس ويت اللي هي الاي دي دبليو. راح اضغط عليه هذا الخيار، ودائما يستخدموها هاي الطريقه بالبحوث. فهسه اروح على هاي اول خيار، دا يقول لي ادخل البوينت فيتشرز. هاي كلش ضرورية. لاحظ ملف اللي احنا سويناه كشيب فايل، ذلك ليش هسه احنا احد يسأل احنا ليش من صدرنا الملف البيانات المناخية بعدين صدرناه كشيب فايل؟ لان احتاجه بالرسم بطريقة الـ IDW او اي طريقة ثانية، اي طريقة ثانية راح استخدمها للرسم راح احتاج الملف مخزون كشيب فايل. لاحظ هذا الملف هنا. هسه نجي على الـ Z value المن تريده. هسه انت الاكس والواي سمينا لاتيتود لانجيتود، عندك عدة متغيرات مثل ما لاحظناها بملف الاكسل. فالزد هسه شو تريده انت؟ اهم شيء هسه انا شو اريد ارسم؟ خلي اقول اريد ارسم اول رسم السقيط البريسبيتيشن، فهسه اختاريت السقيط. تمام، اروح على هذا الخيار الانفايرومنتال. شنو الغرض من عنده؟ انا ما اريد، قبل ما ابلش بيه بس حتى اوضح لكم، انا ما اريد التوزيع الكنتوري اللي مثلا لمتغير مناخي معين يمتد على جميع هذه الطبقة على جميع اللاير، لا اريد يكون فقط ضمن الشيب فايل مال منطقة الدراسة، يعني هنا يهمني. فهذا ضروري الخيار، اذا ما اختاريته راح يعطيني توزيع كنتوري لكن حتى هاي المنطقة تتغطى، وانا ما اريد هاي المنطقة تتغطى لان اريد اسوي اخراج او تصدير لهذه الخرائط، اكيد احتاجها انا ضمن بيبر او ضمن بحوث. فاروح على هذا الخيار اللي هو انفايرومنتال. بعد ما اختاريته اروح على البروسيسنج كستنت الامتداد، فدي يقول لي الامتداد اللي انت راح تسويه لرسم هذه الخرائط الكنتوريه ديفولت، يعني راح يمتد حتى لهاي المنطقه.
لو تريد اضمن فد شيء معين اروح على الخيار الخاص بالشيب فايل، الخيار الخاص بالشيب فايل، فاقدر اقول لاني نفس هذا الاكسبورت اللي هو شو نسميه احنا الشيب فايل، هذا هنا الاكسبورت اللي هو الشيب فايل، لاحظ هنا اقول له اوكي. هسه راح يرسم لي خرائط، هسه التوزيع الجغرافي او التوزيع الكنتوري الخاص بالمتغير المناخي اللي هو السقيط ضمن منطقة الدراسة. هذا الاكسبورت اوتبوت اقدر اسميه اني، تغير التسمية مالته، تروح منا على البروبرتيز تكتب الشيب فايل اوف كيس ستدي حتى تثبته يكون خاص بيك. فهسه ننتظر هنا يسوي بروسيسنج خاص بالموضوع للاي دي دبليو، بعد ما يكمل راح انه ينطيك الخيار الخاص بيك. فهسه اقدر انا هذا الخيار اقدر اغير الاسم مالته، اروح على البروبرتيز، من البروبرتيز اروح على الجنرال، جنرال تلاحظ هنا جنرال، هسه اختار هذا اول وحده جنرال، الاسم شنو اسميه، اغير الاسم مالته حتى ليش يبقى هذا، اسميه شيب فايل. سميناه شيب فايل، نقول له اوكي، خلاص تغير الاسم صار مالته شيب فايل. لا نلاحظ هنا انه انطاني هذا تمثيل للاكسبورت اللي هو الاي دي دبليو ضمن الشيب فايل. فهسه اروح لهنا راح نلاحظ ظهر لك التوزيع، لان هنا انا مسويه كنت يعني خاص بالهذا، فهسه هنا اعطاك التوزيع الكامل بالنسبه للسقيط. ودل لاحظ انه اهم فقره الامتداد الخاص به، ما خلى السقيط بالتوزيع المناخي يمتد الى كل هذه، وانما فقط لمنطقه الدراسه، وانا هذا اللي اريده. هسه نجي نعدل البروبرتيز الخاصه به، اول شيء على الشيب فايل اختار هذا الخيار، لاحظ البحوث اللي ينطيها، فهسه نختار الخيار اللي هو خاص هنا، ننطي مثلا لاين، نزيد السبيس الخاص به. هسه نجي على لون السقيط، احنا دائما من السقيط نمثله بهذا اللون، اروح على هاي اللاير الخاصه بالاي دي دبليو شيب فايل، نروح على السيمبولوجي، فهسه راح نختار التوزيع الخاص بالسقيط يكون ضمن اللون الازرق، تدرجات الازرق والازرق الغامق، لان هو توزيع لسقوط الامطار ضمن هذه المنطقه. فهسه راح نختار مثلا هذا الخيار، هذا الخيار هنا ثبتنا، لاحظ هنا التوزيع. اقدر اسوي اخراج او يعني ميزه التسميه بالنسبه للمحطات حتى ما ابقيها بهذا الاسم، اروح انه تلقائيا للمحطات، اروح على البروبرتيز الخاصه بها، بعد ذلك اروح على الليبلز، اختار الليبلز شنو اللي انا راح اظهر يا ميزه التسميه، لاتيتيود لانجيتيود، عندي عديد من الخيارات، راح اختار الخيار اللي خاص بالستيشن نيم، انه انا كل محطة هذا الستيشن نيم، اعطي هنا التسميات الخاصة بي. هسه هنا عندنا هنا اختار هاي مجرد تشبه عمليات التنضيد الخاصة بالوورد، لاحظ هنا هسه هذا الخيار، بعد ذلك نختار بولد، الستايل ممكن انت تغيره، يعني امور تنضيدية لا اكثر، تقولها ابلاي، بعد ذلك نقول له اوكي. هسه احد لا انتبهنا ما ظهرنا لحد الان الاسماء، فشلون نظهرن بعد ما كملنا، نروح على نفس الخيار فقط نضغط هاي ليبل فيتشرز ميزة التسمية، انطاني هنا التسميات الخاصة بالمتغيرات المناخية، اذا انا كنت ناوية اظهر تسميات مناخية خاصة بها. فهاي هسه هنا نلاحظ هاي التسميات المناخية الخاصة بمنطقة الدراسة، اقدر انه اظهرها كلها بهذا الشكل، راح تكون مثل ما هي واضحة امامكم. هذه هنا اظهرنا التوزيع لحد الان الكنتوري الخاص بمن، باي متغير مناخي. هسه احنا نتكلم هنا عن السقيط،
نبدأ نلاحظ هذا بالجانب نقدر نظهره. هذا الشيء يمثل لي يمثل لي توزيع السقيط في الملي معدي أكيد يعني حسب أنا البيانات اللي مدخلتها إلي. هسه نرجع شلون أسوي تحليل إحصائي اللي هو Special Analysis Tool، منا Special Analysis Tool ومن هذا الخيار. لحظة هسه هنا شلون نسوي تحليل إحصائي خاص ضمن ال Special Analysis Tool. هنا عندي خيار اسمه هذا ال Special Statistical Tool والتحليل الإحصائي المكاني، هذا كلش مهم. هذا يعني عندنا Special Analysis Tool و Special Statistical Tool، هذا الخيار كلش مهم بعدة أمور، إن شلون أسوي تحليل إحصائي للمكان، هذا Analysis Pattern، هذا الموضوع مهم هسه إن شاء الله راح نتناوله بهذه المحاضرة. أتمنى تكون محاضرة لهذا اليوم إنه تنفعكم إن شاء الله. أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلوني على القناة، وعلى نفس هذا النمط تقدر تكمل بقية رسومات كل المتغيرات المناخية. يعني مثلا هسه هاي الخريطة تمثل لي توزيع الأمطار ضمن المنطقة، فأنا بهاي الخريطة أقدر أخذها أسوي لها إخراج، طبعا سنوي أنوال، فمجرد ما أنه سأسوي لها إخراج يعني توزيع بسيط، فأقدر هنا يعني هاي تبقى فقط الأمور الإخراجية الخاصة بها. إن شاء الله نلتقيكم أي بمناسبة أي متغير مناخي نرجع ونقول نسوي. هسه مثلا عندنا درجات الحرارة أي بنفس الطريقة أقدر أسوي لها توزيع، لكن اختار العنوان الخاصه بها الويند سبيد الريليتيف هيوميديتي، وهكذا جميع المتغيرات المناخيه اللي تهمك او اللي محط دراستك عليها ضمن منطقه الدراسه. التقيكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.